عندما يصر الأوكرانيون على تحرير كامل بلدهم، على استعادة شبه جزيرة القرم، هل يمكن لهذا الإصرار أن يأتي بالسلام؟ في الحقيقة أود أن أذكر أنه من حوالي أسبوعين على قناتكم الكريمة وبرنامجكم هذا قلت أن الجانب الأوكراني لن يتوقف إلا بتحرير شبه جزيرة القرم، وأتمنى أن يعني العودة إلى الأرشيف فسوف تجدون هذه الجملة. وأنا تحقيق السلام يتم فقط عبر تحرير الأراضي المحتلة. أي تجنيد حاليا للصراع هو تأجيل لحرب عالمية ثالثة قد تندلع في وقت لاحق، حيث أن الجانب الروسي سوف يقوم بعملية إعادة تجميع قواته وإعادة بناء قواته وترميم اقتصاده والإمكانيات العسكرية من أجل القيام بعدوان جديد إما على أوكرانيا أو على أي دولة أخرى، لأن عمليا الأهداف الاستراتيجية التي وضعها النظام الروسي لم يتم تحقيق أي شيء منها على واقع الأرض، لم يتم تغيير نظام الحكم، لم يتم احتلال الأراضي الأوكرانية، ولم حتى تكتيكيا لم يستطيعوا خلال أسبوعين أو عشر أيام احتلال العاصمة الأوكرانية. لذا نجد أن استراتيجيا كل أهدافهم التي أعلنوا عنها قد خسروها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الضربة الاستراتيجية التي تلقاها الاقتصاد والمجتمع الروسي من خلال العقوبات أيضا جعلت الاقتصاد الروسي يعود 30 عاما إلى الوراء. حاليا يعيش نفس مرحلة تقريبا بداية التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا من ناهيك عن الآثار على التكنولوجيا، على التطور، على المجتمع. يعني المجتمع الروسي في حال أو روسيا والنظام الروسي في حال توقفت الحرب كما يحاول حاليا الرئيس بوتين فرض هدنة أو وقف للعمليات العسكرية لمدة 3 إلى 6 أشهر، هذا يعني تأجيل فقط الحرب. وكما ذكر ضيفكم الكريم من الاستوديو فإن المجتمع الدولي يقف إلى جانب أوكرانيا في جميع فضاضاتها، وحيث يقدم لها عمليا الدعم العسكري والسياسي والمالي والمجتمعي من خلال دعم اللاجئين من جميع. طبعا للأسف الشديد لا نشاهد مثل هذا الدعم لقضيتنا الفلسطينية، وخصوصا ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من عدوان صهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وبالأمس أيضا اغتيال المناضلين في الضفة الغربية واتهامهم بأنهم إرهابيين رغم أنهم أيضا يدافعون عن أنفسهم. لكن للأسف الشديد هذا هو المجتمع الدولي الذي نعيش به. لكن بالعودة إلى محور الحديث، أوكرانيا الآن لديها كل الإمكانيات مفتوحة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبتحرير جميع أراضيها التي احتلتها وتحتلها حاليا روسيا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا يعتبر أيضا وسيلة لتحقيق النصر الاستراتيجي الذي يريد أن تريد الغرب والقوى الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة والناتو تحت إلحاقه بروسيا عبر تدمير اقتصادها وصناعتها العسكرية وإمكانياتها العسكرية بشكل كامل، بحيث أن لا يكون هناك أي إمكانية لأي نظام روسي مقبل أن يقوم بتهديد جيرانه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا هذه رسالة دولية قوية وحازمة جدا للصين من وأطماعها في قبل الصين دكتور سعيد